ارتفعت زيارة رئيس الصين شي جين بين للإمارات هذا العام العلاقات الثنائية بين الجانبين، وصنعت ظروفا جيدة وأساسا وثيقا للتعاون الثنائي في صناعات موانئ الشحن والنقل. وستعمل اتفاقية موانئ أبو ظبي على تحسين الخدمات التي يقدمها الميناء وتعزيز التجارة البحرية بين البلدين. محطة كوسكو أبو ظبي للحاويات تربط ميناء خليفة بشبكة عالمية من شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، مما يجعلها ليس فقط واحدة من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، بل أيضا مركزا عالميا للشحن. زيارة الرئيس الصيني طبعا كانت جدا مهمة، وبينت عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. احتفالنا بافتتاح محطة كوسكو خصوصا في عام زايد مرور 100 سنة على ميلاد مؤسس دولة الإمارات، وهو من بدأ العلاقة التاريخية بين وجمهورية الصين الشعبية. توجت هذه العلاقة بزيارة الرئيس الصيني إلى دولة الإمارات، وبينت عمق العلاقات في التعاون التجاري، في التعاون الاقتصادي، في التعاون على جميع الأصعدة بين البلدين الشقيقين. تعاوننا مع الشركات الصينية أبدى لنا الكثير من الاحترافية، خصوصا شركة كوسكو. فترة المناقشة العقد لم تأخذ أكثر من 4 أشهر، وهذا دليل على احترافية هذه الشركة. شركة أسست في الصين ولكنها تخدم العالم بشكل كامل. عندهم مكاتب منتشرة، عندهم مواني منتشرة في كل العالم. هي شركة صينية تتكلم بلغة عالمية. قامت موانئ أبو ظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة بتدشين محطة كوسكو أبو ظبي للحاويات في 10 ديسمبر عام 2018، ويعد تدشين هذه المحطة معلم هاما لا يساعد على تعزيز التعاون بين الصين والإمارات في إطار المبادرة الحزام والطريق فحسب، بل يفتح بداية جيدة للتعاون العملي في المجالات الرئيسية الأخرى في البلدين أيضا. تعتبر محطة كوسكو أبو ظبي للحاويات أول مشروع فضاء أخضر في الخارج تسيطر عليه شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، حيث تعمل المحطة بشكل شبه أوتوماتيكي يصل عمق الغاطس إلى 16.5 متر، حيث يتيح للسفن العملاقة التي تنقل 20,000 حاوية الرسو بالقرب منها، وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية للمحطة 2.5 مليون حاوية. وستبدأ هذه المحطة عملياتها بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية سنوياً. ستزيد اتفاقية أبرمتها موانئ أبو ظبي مع شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في أبو ظبي من تعميق أعمال الخدمات الطرفية، وتواصل تعزيز التجارة البحرية بين البلدين. محطة كوسكو أبو ظبي للحاويات هي محطة شبه أوتوماتيكية قادرة على تلبية احتياجات أنواع مختلفة من السفن، ونتوقع الانتهاء من المحطة للمساعدة في تطوير منطقة الشرق الأوسط. سيكون لدى المحطة خدمات شاملة ذات قيمة مضافة مثل شبكة الخدمات الفرعية للتوصيل بسهولة بمختلف محطات الحاويات في ميناء خليفة. إن هدفنا المشترك مع موانئ أبو ظبي هو تحويل أبو ظبي لمركزا إقليمي للخدمات اللوجستية والنقل البحري، وربط المناطق الصناعية بالمزيد من التوسع وتعزيز التنوع الاقتصادي. وبدعم من الشركة الأم سوف نستفيد من المزايا الفائدة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة لتحويل أبو ظبي لمركزا إقليمي تنافسي ومركزا للشحن. تعد محطة كوسكو أبو ظبي للحاويات جزءا هاما من استراتيجية مدتها 5 سنوات من قبل موانئ أبو ظبي، وتتطلع موانئ أبو ظبي إلى زيادة القدرة الاستيعابية الإجمالية لميناء خليفة من 5 مليون حاوية إلى 9.1 مليون حاوية خلال السنوات 5 المقبلة. وقد مكن الانتهاء من محطة كوسكو أبو ظبي للحاويات من دخول ميناء خليفة ليتبوأ المركز 25 بعد أن كان في المركز 89 على الصعيد العالمي فيما يتعلق بأضخم موانئ للحاويات.